تو من سلكت شد هاي طير والديك سطر الله هاي ايش تعمل هوني تفضل برا انا بشير ما يهمنيش كونك انت تفضل ننصحك ما تعملش معاه مشاكل ما تدبش عليك الكوميسار اللي قبلك طار في جورته هو مش قلتي ريتك اللحم نحبك الليله تمشي للكباري ترجع لي قيمتي وقدري ونحب نرجع ناخذ بلاستي انا البابا غادي وتنطرك اللفعه من غادي نحب الكبش متاع لي يتراوش انتيح نحب يموت قدام عينيه قال لك علي شور اللعبه عذبحه كبش ذي عز علي على الاخر ما نحبش الرمى ذبح قدام عاش خوي حتى انت تعز علي على الاخر وما نحبش الرقبه تذبح قدامي من الاخر خليفه لا حبيبي انت الراجل فداك بروحه ما فما حتى حد يعملها يا سيدي عمشك يا سيدي برب يا سيدي خليك فتني تراي يا سيدي فهم وقت مش نعيش كي نهدي وقتي خليفه اقعد ما زلت تقابل في اختي سعاد المخزن كله قصر يعطيك الصحة عايش ولدي برا روح قبل بيتي حليل خليتي يعني نحب نقل قلت لك برا روح على خير
خليفة اقعد. شبيك علو؟ ما زلت قابل في اختي سعاد يعني؟ والله من اخر مرة عاد شفتها كوش في الزردة اللي عملتها امي فاطمة في دار حليم. راني حومة ونفهم لها، وفي غيابك ناس عليهم من بعيد لبعيد. هي امي فاطمة مش على حاجة، مش مقلقهم حتى حد. باي خليني وحدي تو. لبس الطلياني ساقك تويلت. ها ماما مية، اش تعمل هنا يا شويق؟ ادخل مرحبا. انا منيش كيفك، ما انطردش العبيت تلتو. حتى في قلبك ما تنسيش. اهلا بس ابراهيم. اهلا، مرحبا يا مسيو شلومو. نورتنا سيدي، نورتنا. هكا يا شويقي، عيب راه تخلي راجل في الباب. هاي تفضل. ما ديما تعرف وين تحط ساقيك انت يا. مرحبا. هاو جاي كهرباء. يا مطيبي. هاي شي ابراهيم، تفضل. فريد الباب، خونتا بلاس. لاسي. حيدا، تعرف وين تحط روحك انت يا؟ أما بلاصة هيدا شلومو؟ أي يا سيدي، نبداو. إش تعمل؟ شد هاو فلوش، تون تحاسبو من بعد. آه. ماشي جي. لا باسطة. نبداو بشوي. على كيفك. سيسونا. يلا. البير. انا اوكي. كارت. اي كارت. وين كارت؟ البيع اقرا. تبي ها بون سي اوكي. اي تايش وش عندكم؟ اي يعطيكم الصحة. بريما، كي حليت لي الباب اشواق قلت الليلة زرقاء، طلع وجهك مبروك يا سيدي. اي انا ديما وجهي مبروك عليك، امنتي ما عرفتش قيمتي. أنا عرفت قيمتك. هيت. أما أنت طلعت واعر يا إبراهيم، ها؟ يا صاحبي عرينا الناس الكل. عرينا. أسمع أنا يجيني هو، ما عادش نكشاب حتى فرانك. لا، نمشي الكباريه زاد
نحاسب وغدوة نعاودو غدوة وبعد غدوة وكل ليلة للشباح كان الزم وجيب لنا راقصة معاك عاد حفلنا لنا جو يا إبراهيم تحب ولا راقصة؟ مالا برشوق راه يا ودي ولا يهمك باهي هذوما شو نعملوا فيهم تو شلون؟ أنا ظاهرين خليهم عربون خليهم أشواق خليهم باهي هيا بونا نوتي تو بونا نوتي جفيت علي بوني أدوى أدوى ما تخش بك قصية الله وأنا في بالي ما عامل عليك باش تذلو ها وتنحيلو فلوسو طلع هو كابو عليكم يا اخي متحبوش يرجع بربي شو يربح قديه حكايه فارغه كي يربح الليله يطمع يرجع غدو وقت يولي ضرب صحيح كان خسر يخاف وباي باي فهمت يا شوشو يا خبي يا خبي مقويك يا خبي ومحلاك شنو شبي بنتي متقلقة انا خليتك ناقصة حاجة توحشت امي باهي نوعدك غدوة وانا بعثك مع عمك بشير للجبانة وتزورها ما نحبش مع بشير زينة عايش بنتي تعرفني اخاف عليك ما نجمش نبعثك وحدك علاش بشير؟ علاش مش عمالي؟ عمالي؟ اي هزني عمالي باهي ارقد توا عايش بنتي وغدوة تنط فيها امو هاي ارقد هاي عايش بنتي تصبح على خير هاي تصبح على خير هيا
عزي. تفضل. أنا سلمى نسكن عند الشيخ. شفتك غادي. إيش تحبش مجايبك؟ لا شيء. جيت نشوفك تضحكني في حاجة. قل لي. إيش تحب؟ جيت نشكيلك. علاه تشكيلي؟ حاكم ولا قاضي في دار الشرع أنا؟ سيد علي رد بالك من الشيخ. راهو قاعد يلعب لك في لعبة صحيحة. شكون قالك نسمع كلام من نساء أنا؟ لا حاشاك ما قصدتش. تقصد ولا ما تقصدش؟ سفساريك ودارك. يا شيخ قلت لك ريتها بعيني هذه هي وياه راس راس في المخزن متاعه. ايش الزليفة اليدي؟ افهمها عاد افهمها وحدك وانت سيدي الفاهمين. زعمة؟ شك كل زعمة. يا شيخ السيد بدأ بحكاية الكبش وتوى درنا على الحريم وانا نعرف سالمة ومعزتها عندك. ها؟ البط كامل يغلي على حكاية الكبش وزيد يسمع توا بحكاية سالمة كهو عاد ركبوا قرون احنا وكهو. ادخل. شو مصح رقعتها وجاي حتى الهوني زادها؟ خليني نربيها يا شيخ. مش عملت شو كيفاش يسأل فيها اخي ماكش مصدقني ولا شنو الحكاية؟ شنو بشير يخش بيدا مكحامي يصبر شوية رسول الله تعرفش كيفاش؟ اخرج خليني تتفاهم معه. هكا سامحني لله. تفضل تفضل اقعد. مش عملت معه؟ كما قلت لي سيدي الشيخ مشيت له وتزعبنت عليه وقلت له اللي قلته لي. اي من بعد غطى لي راسي وقال لي كلمتي الثنية اللي جابتك ترجعك. راجل سيدي الشيخ ما يسمعش كلام النساء والشراب ما يذهبلوش شيرتو. شنو حلا في عينك؟ انا عملت اللي قلت لي عليه سيدي الشيخ. باهي برمشي رقد وما تقول شيء البشير. صباح الخير. صباح الخير. كمل كمل. ولا اقوى من قبل. دي حتى جماعه البط ولاو يخافوا منه على خاطر الشيخ صالح اعطاه قيمه وقدر. دي الراجل اعطاه علوش واللي كان مربي كيف قلتو. هو صالح وحده مشكل زيد مع شور بتاعه. سيد كوميسار انا فاهمك كنت تحب توصل. اش تقصد؟ الشيخ صالح واصل باش طيحه مو سهل يزم شكون يبركو. نحيدك شوربة؟ لا البشير. البشير ركبوا غزول من شورب وصحبته مع الشيخ. سمعت اللي زرقة خسر كبشه في جرته. يا اخي البشير عطاها فلوس باش يشري كبش وباش يربح شورب اللي هو في الاصل متاع الشيخ باش يحمص شورب. مشي في بالو اللي كبش زرقة باش يربح. كعبرت لهم الزوز على خاطر متفاهمين على الذبيحة. فهمتك فهمتك. عاد انت ايش بدليك البشير وبشوية بشوية يجيب لك أسرار الشيخ صالح الكل ودوي اليب كل شيء يكون عندك. اما عينك على شورب كان نسمع بالحكاية هذية كل شيء يتيح في الماء. حتى انت تخاف على بلاصك زادة خاطر علي ما يخافش من الحاكم راهو دارهم والحبس كيف كيف. شنو صالح مش تعلمني خدمتي توا؟ حشيكو هكا طير من قدامي. صالح سبقني الحانوت انا خلت عليك. طير. السلام عليكم. فكر الباب وراك. حاضر.
اقعد مسعود اقعد. سقسيلي على بشير ومن غير ما تشلق. واضح. سليمين. سليمين. دور سليمين بشير. واحدين ثلاثة. واحدين ثلاثة. عاود. واحدين ثلاثة. سليمين. سليمين. واحد. سليمين. سليمين. دور سليمين بروشير. واحدين ثلاثة. ثلاثة. صحيح. حرب حرب حرب. معلول. برا خويا حضر روحك. امشي. يخدم وغادي يخدم تحرك. بوش 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 بوش. ديما اخدم بلوكاجات اخدم بلوكاجات. اخدم ياسر بلوكاجات. امشي. سالي سليمين. سالي سليمين. كان جيت نعرف داركم مين راني وصلت لك انا بيدي القفل. عايشك. انا اسمي خالد. تربشوا بيا كريت. وانت مريم. تشرف. اسمعين الدار مش بعيد. كان حبيتي تجيب حدايا تشرب كويستي مرحبا بيك. اي اي باهي طنجي نفط عملها. أمي فات. اه هز عليا ذي هز روح بها للدار. ما تحق شيء يا أخي. لا لا ما تحق شيء. شبالتا وشبابتات أنا استنيو بتوجيه. سامحوني أخرت عليكم. اسمح. مرحبا بيكم. مرحبا بيك. مادام جيتو الزوز سيكو فما خبر جديد ان شاء الله خير. شيخ صالح شبيه خدم معه واحد باندي من ربط اللوطاني. داك على جايين انتوما شمني فيه خدم اللي حب عليه. المهم عينيكم عليه ما تغفلوش ديما معاه. شيخ صالح نتاعكم ريحته في حترة. دقيقه مدام. الباندي تحكيوا عليه هذا اسمه شورب. شورب مش هذا اللي حكي عليه الزعيمه؟ هذاك هو بيدو. أما بانت صحيح وكلمته مسموعة. لازم فرقوهم على بعضهم على خاطر الربط يوقفوه واحد بفلوسه والآخر بذراعه. احنا علاش ما نقلبوش؟ كيفاش؟ ماني قلت لكم قبيلة الشيخ متاعكم ريحته فاحت. تخليه في بلاستو نقويو عليه يولي ذراعنا ويرعانا مصالحنا في الحزب. وإذا ما مشاش الحل نضربوهم راس براس نرتاحوا منهم الزوز. ما نتملكش يا مدى. عليه على خاطرش علي ماهوش كيما الشيخ صالح. ماهوش متاع سب ماهوش متاع استفيد حيث أن. كي نعرف كيفاش ناخذوه يولي متاع حيث أن. وشوف هو ما بيناتنا نقطة ضعف نساء. مش صحيح. نقطة ضعف أمه. ألعبوا على اثنين نساء أمه بين جيرانه. زعما الشيخ صالح باش يسكت؟ تو أنا نعرف كيفاش نسكتو. على كيفك. فماشي اخبار اخر؟ لا كاو كاو. اه يعطيكم الصحة تفضل. تمام. كريم شد. ها اجل. اسمعني لو واحد في بلاصتها مش كما المره الاخرى تحطها قدام دار العبيد. فهمت؟ تعال هاي حرك روحك. حتى لازم نمشي. قالوا له حاجته بيه.
معناها انا نقعد وحدي لهنا مكتوب عليا شقاء. ارد علينا يا لميمة رانا مو ذالين نستناو في العفو يجينا من مدة وسنين. ارد علينا يا لميمة رانا مو ذالين نستناو في العفو يجينا من مدة وسنين. فراج صار انت تسكن هنا؟ اي يا بتنقول لك حاجه يا اخي. هبلت اي هبلت من اللي شفتك اليوم في السوق. شي سمعك شي حد بيمشي توا قبل ما بابا يروح؟ والله هذا ما يقتلنا الزوز. بوقتش نعود نشوف. يا أمي هذي نقسمها على أربعة. أبا تلمزي حط لحمة كبارة ولدي. هكا هكاك هي مش تفلسني را هي من ما نحبش الهم. سيدي أخويا يا أخي وين الفحم؟ بعث تخليفة يجيب فيه الحم. حلو لا ياسر الطفلة. هيك بس روحك هيا. هاني جيت. هيك بس روحك بلدها. هيا وجاء. سلام. مرحبا. اقعد. علي اه نحلي في ديك. نحب نحكي معاك في موضوع قدام الرجل. هاي خليفة مش غريب. ربي تستر. تفضل. ثم شكون تكلم على اختك؟ اش قال على اختي خندقتكم؟ يا ربي انت التكروري كفصلك مخك. تكلم على اختك معناه يحب يعرس، معناه يحب يخطبها، معناه انا نحب نعطيها، فهمت؟ قول حاجة خليفة. وش بيك ساكت؟ اش دخلني أنا؟ ركزت عليه قدامه. يا أمي أخي أنا قدامك تسأل فيه هو. مانيش نسأل فيه، أنا نسأل فيك أنت، أما شاور فيه. برا خليفة على روحك. السلام. هلا حكاية. أو من توا أنا مناخو كل اللي نحبه. شو كيف تتكلم قدامي بنتك؟ يعطيك حبة تطلع لك في قلبك إن شاء الله. كبي على أخوك وطبي منها السميع. يخلي نضربها يا أمي. ما تضربيش الكل منك. الناس كل يخافوا منك. حد ما يحب يقرب لي. اسمي سعاد ما اسميش أخت شورب. تستعرب أخوك؟ سيب. آه. سيب سيب هجيني تستعرب مني. سيبها سيب. سمحني سيدي أخوي، أما الرجل اللي تحكي عليه أمي عمره إيش 40 سنة، مرته ماتت ويحب يخذني أنا. شنية يا أمي صحيحة؟ صحيح. ننجبهولها نين تاع 25 قد نمشي ندلل بيه في الشارع. هاش بيه 41 مش راجل ومش كبير، وانا نحب نعطيه ونرتاح منه. بارت راه يا ديني. شوف تعرفش كيفية يا امي، لان حكاية بنتك هذي وحكاية حرسها قيني منها. عطيها حتى العجل. خليوني انا خليوني. هو كي ترجعي للرسم يعجل. ومش حتى عجل العاصي. بنيتني عملت لي علي. هاكا اقعدي. شوف شوف القطعة هذه المرأة مزيتك جابتها من إيطاليا. شر وشهشة. عمري ما ريت حاجة هكا. حاجة حلوة ذيك قماشة كابر مش كيما كشوالي تلبس فيهم جنات.
خيط ما عادش جبد لي عليها. سمعت؟ سامحني سامحني. شبيك شوف 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 انا مازال عندي مخير. شوف اسمع ادخل ادخل شوفوا لداخل. استنى شبيك نبدل لباس؟ لباس ما فما شيء. شبيك؟ الوقت باش نقعد نستنى؟ قصر معك في حاجة أنا؟ عمري ماني بشرى منك فرحة. صغري وشبابي مش خسارة في جرتك. بيب شوي اسكت. ما نجمش نكتب الصداق وزينة ما زالت حزينة على أمها. قلت لك ألف مرة زينة تحبني ونجم نحكي معها. ورد بالك إلا زينة ما تحكيش معها. هكاك خارجة ونحن ماشيين للجامع. والله لا تحشميه. امشي تحرك امشي. ربي خليك ليا يا عم. أيه كالحديث. السلام عليكم. السلام سيدي الشيخ. جبت لكم قصعة نتاع كسكسي. هاي باللحم راهي. شوف بسم الله الله يبارك لك. حاجة قلت ما هو ساعة ساعة بيت تتعدى من هنا ما عندها قليل لمساكين أعطيهم ياكلوا. تفضل خويا دخل داخل. سيد الشيخ مسيش نطلب منك طلب. تفضل اطلب يا حاج على راس والعين. اني الحق نتاع ربي راني نويت على وليداتي. نحب وقت اللي العباد يبدو ياكلوا تدعي على وليداتي دعوه خير وذاك هو. ان شاء الله ربي يفرحك بيهم وتشوفي ذراريهم يا حاج. يفضلك يفضلك ربي يخليك. يا يا ليتك زينه. في لمين. السلام عليكم. سلام. في لمين ربي معاك. يعيشك الله يبارك. خارجه ماشي الحفله نحن قدام الشيخ تخرج كيما كيك زيد ولا لا تربيها خلاص انت تحاول كيفاش. الله اللي نحيك علي يا عزيزي. حقها ما قلتليش اش عملتلي في موضوع الكباري. اشبر ماني قلت لك اشبر. طري قلع. عندي سيد الرجال افانتي يا روحي. عسلامة عمالي. عسلامة بنتي. هيا أبوك وينو؟ حاول داخل بابا يصلي. أنتي بنته الكبيرة؟ أنا بنته الوحيدة. تحب نجيب القهوة عمالي؟ لا عايش بنتي ما نشربش قهوة توا. جيت للشيخ حاجته بيك. هاو يصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادخل يا علي. تقبل الله شيخنا. اسمعين اقعدوا. العاقبة ليك شور. علاش لا؟ أنا نبيع التكرورية نصلي وما نخلطش. المهم السلع اللي عندنا في المخزن الكل لازمها تقسم وتخرج ونحبها توصل تشد بلاصتها. والربط موهود ويصبح زاهي وشيخ. ملا خليني نمشي خرج لأولاد كالعادة. لا انت حاجتي بيك في حكايه اخرى. الافار هذيا مشيت لها بيها شور. باش نبعثك البلاصه
توصل لها سلعة وتقبض فلوسك على داير مليم. أما نحبها خدمة صحيحة. وكما تفهمنا شطارة. قداش نحسو طيب عم علي؟ مش كيما بشير ياسر خبيث. علي عملك حاجة؟ ليه؟ ومادام بابا عادش فيه ثقة هذي الكل مناش بكون كان انسان باهي. زيد مرجلو محلي. بس كنتو يسمعونا. اه زركا الكبش تذبح في جرتك وانا كنت ناكل بيه في الخبز. الله يهديك يا زركا الله يهديك. تو تهيب عليا وتقول لي كبش وسيد وسيد ومربي سيد وكذا وطلع قطوس كلاك كتين جاي تبربس. خرج خرج من فمك والا ولا شنو هذا؟ استناني برا برا استناني برا. هز جماعتك وطير. بيه فلوس فلو سي فلوس هاي أضرب